أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن مؤمنات قانتات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عسى ربه إن طلقكن
مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير يا أيها النبي
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران
ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.